تأتي السداوية ربما لأول أهداف اللقاء، يتقدم جول جول سداوي أول، يأتي عن طريق اللاعب أيوب الليمون. إذا يسجل أول أهداف اللقاء، وضعها على يمين الحارس لؤي عاشور الذي بكل تأكيد ليس له حول ولا قوة على إنقاذ هذه الكرة اليسارية من أيوب الليمون، يضع الأول لصالح. نقلة وتعود مجددا لصالح السد، الانطلاقة تأتي سداوية، تمريرة أمامية ولكنها تذهب وتعود للسد، فرصة خطيرة أمام المرمى. الله على حسن أحمد، يظهر وأخيرا يضع الثاني لصالح السد بغفلة دفاعية وخطأ دفاعي شاهدناه في التمركز، وهنا نشاهد اللمسات. يا عيني على حسن أحمد، ينطلق بالكرة وهنا يسددها، والهدف الثاني إذا يأتي لصالح الزعيم. الزعيم يحرز الثاني، الخطأ كان من عبد الله المسيكي في اللقطة الماضية، وحسن أحمد يضع الثاني في الدقيقة 74.